الرئيس ليمان دي ميريل وافق على انشاء طريق طوله 16 كيلومتر. اليكم الان اهم البنود التي صرح بها الرئيس ليمان. اولا اللجنه التي تم اختيارها. تعرفي وصل علي. ها بالله اجا. كيفه علي؟ منيح. ما بيهمك الا علي وما بتحبي غيره. مو هو ضناي كمان؟ ايه بس ما بتحبينا مثل ما بتحبيه. خلاص خلاص بلا هالعلاك. حسيته متضايق من شيء. مو بده يعمر بيت بالزيتونية، بيكون متضايق من دفع المصاري. لك في حدا بيبني بيت بهديك المنطقة لسه بتوقعوا يتضايق أكتر من هيك. وانت شو بدك بهالحكي؟ ما بتخلوا الواحد يحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه شوف يا خليها تطوي الدور. دارت خد. طارت طارت تعالوا شوفوا. إيلين خلص روحي طفيها مو وقتها هلا حبيبتي. حاضر. مجد تفضل هي إلك. ما رح تفتحها؟ شو عجبتك؟ حلوة كتير. من أحسن الماركات وأغلاها. يسلموا بابا. حطها بإيدك. مبروك عليك نيفين. صح ما طلبتي مني شي بس تذكرتك. خدي. ما رح تفتحيها؟ حلو كتير. وقفي لشوفوا عليكي. حلو كتير والله. بجنن. إذا ما حبيتي أنا باخدها. مو حابة تقولي شي لأبوكي؟ ما عجبك؟ عجبني بابا يسلم. جميلة. هذا لك. حرير طبيعي. لبقلك. يسلموا علي. اصلا هديتنا تكون جنبنا وبس. ان شاء الله. يلا قوموا على الاكل.